هالأراضي كلها اللي تحت هي كانت ملكي، بعتها كرمال المخدرات، وهون بعت كمان نص، خليت نص لإلي. هي وقتها تعالجت وخلصت، عرفت قيمة الأرض، فكرمال هيك بدي أعمل مشروع زلرات بهي المنطقة. مرحبا واضح، أهلا وسهلا فيكم عنا بالمنطقة. اسمي خضر حمزة، العمر 33 سنة. نحن عنا مشروع سياحي هون بالمنطقة بمشان جبال. هيدا المشروع إن شاء الله بيقدر سنة الجاية رح يفتح ويقدر يستوعب أكثر الأشخاص اللي هني مدمنين مخدرات. أنا من الأشخاص اللي كنت مدمن، فالله أعطاني أمانة سلمني إياها بعد هالتجربة إنه صحيت وحابب ساعد فيها. بداية تعطيت كان عمري 14 سنة. الأكثر وقت اللي تعطيت فيه كانت وقتها تخرجت من الثانوية وبلشت جامعة، أول سنة جامعة، فتركت سافرت على السعودية حتى وقتها طلعت على الغربة حتى لحقت هيدا الشيء لأنه كان مسيطر علي. رجعت من السعودية على لبنان، بعت تقريباً 20,000 متر من الأراضي كرمال أحصل على مبلغ تأشتري فيه المخدرات. صرت شو أعمل؟ صرت أتزاكى على أهلي وعلى إخواتي كرمال أقدر أقسم الأرض وأقدر بيعها تقدر أخذ حصتي وأقدر أشتري فيها مخدرات. هيدا الشيء اللي بيولد لك بمطرح معين بتفكري بأمور بشعة، حتى الأشخاص اللي بيكونوا حواليك هني تيساعدوك بيوقفوا عنك هيدا الشغل. يعني أهلي تعبوا كتير كتير، يعني أنا كنت أفهمهم قبل إنه ليه ما عم يعطوني لإلي حقي بالأرض. هي القصة كلها لأنه كانوا يعرفوا إنه أنا مدمن مخدرات، بس ما كانوا يقولوا بوجهي كرمال ما يصير معي، لأنه بيعرفوني إنه أنا كنت بزعل كتير على هيدا الموضوع، ما بحب حدا يعرف عني. هلأ فهمت إنه كان إلها حكمة لرب العالمين إنه قدروا كمان منعوني حتى بيع كفة ببيع أرض التاني، لأنه كان بعد عندي تقريبا شقفتين إذا الحمد لله. فهودي لو بعدني أنا مدمن كنت هلا بسيء إنه عم بيعون. بسنة 2021 زاد إدماني بنسبة كتير كبيرة، مرقت بعارض صحي، خسرت الأهم نعمة الله أعطاني إياها هي العقل. فبأعجوبة رجعت طلعت من هيدا الشيء بعد ما صحيت وعرفت إنه أنا كنت عايش بوهم. هلأ الحمد لله أنه عايش واقع وقادر ونجحت بالحياة على صعيد مجالات كبيرة، وإن شاء الله إذا الله راد سنة الجاي بنكون حد أي شخص بحب نساعده بهيدا الموضوع طيطلع. وهيدا الأشياء منا صعبة أنه الإنسان يطلع، حتى لو كانت إدمانه فترات كبيرة، حتى لو أي شعور بيشعر فيه بيقدر يطلع من المخدرات بطريقة كتير سهلة. بالنسبة لي صار عندي، كيف كان عندي إدمان اشرب مخدرات بكثرة، صار عندي ادمان امشي اكثر، اعمل رياضة اكثر، اشتغل اكثر، حتى افكر ادرس امور كثيرة بالحياة هاي اللي بتنفع الانسان اللي بتعطيه نتيجة. ان شاء الله يعني قريبا بعد الشتوية بنكون في كتاب اذا الله راد بيكون موضح كليا، يعني الشخص اللي بده يقرأ هيدا الكتاب بده يعرف كيف الطرق اللي بده يستعمل. بس انت يطلع عبالك مخدرات شو لازم تعمل كرمال ما تقرب منها. انتو عندكم عائلة بعرف وكل شيء، بس الغنج مشكلة كتير كبيرة، بس توفري للولد كل شيء مشكلة كتير كبيرة. بصير بشوف الدنيا انه قادر يحصل على اللي بده اياه. فبتمنى انه نوجه اولادنا صح، حتى ما نشتغل معهم عاطفي، نشتغل باول اعمارهم معهم عقل. ما تستحوا باي عاده سيئه انتم فيها، انتم عليكم بس تعترفوا لانفسكم انه هيدا الشيء عم بضرني، هيدا الشيء مستقبليا ما بفيدني، هيدا الشيء قادر غيره، هيدا الشيء ما خلقت كرمال. الاراده هي اهم شغله بالموضوع.